فقرة جديدة عم نقدم لكم إياها بالمطبخ مع مجموعة جديدة من أواني الطهي من الماركة اللي تعودتوا عليها وعلى نجاحاتها ماركة بلزانو. عم نقدم من هيدي المجموعة اليوم لون جديد، شكل جديد وأواني طهي بجودة جدا عالية. شو اللي بيميز مجموعتنا لليوم هي الحجم الكتير كبير، الكاباسيتي اللي من خلالها بتقدر تعملي مأكولات متعددة من دون الغلبة بالمطبخ. ما ننسى كمان الشكل الجديد منه التقليدي، مع لون أكيد كان محبب عند كتير من الصبايا وعم نلاقيه كتير هلأ على الموضة. عم نقدم نحنا بأواني الطهي هيدا اللون الزهري اللي جاي لألكن مع لمعة كتير حلوة وتصاميم كتير قريبة للتصاميم العربية. إذا بدنا نقول عم نشوف الخطوط اللي موجودة على هيدا الإناء مع الإطار الفضي اللي موجود من تحت، بخلينا نشوف عن جد جودة إذا بدنا نقول الديزاين لهيدي المجموعة. كمان عم نشوف الشكل من تحت عامل هيك كمان شكل استثنائي وشكل جديد عن الأواني التقليدية، وعم نحكي على ألمنيوم دايكاست، على الألمنيوم المصبوب مع طبقة غير لاصقة. حبيت كمان إنه الطبقة اللي من جوا منا عادية، منا بلون أبيض تقليدي. عم نشوف كمان هيدول النقاط اللي محطوطة من جوا اللي كتير ماتشينج مع لون الإناء من الخارج، بخلي هيك تعطينا شوي لوك للماربل أو الرخام بجودة كمان جدا عالية. أما بالنسبة للي بيميز هيدي المجموعة هي الكاباسيتي، هي السعة اللي كتير كبيرة من خلال هيدا الإناء. إذا بدنا نقرب لك بس قديه سعة هيدا الإناء، من خلال هيدا الإناء فيك تحطي العديد من المأكولات بطريقة كتير سهلة. عم نشوف كمان في عندك غمق بقلب هيدول الأواني. كمان على المجموعة رح أخدكن على السريع شو بتحتوي. عنا إناء كتير كبير جاي لألكن مثل ما هلأ عم نشوف بالمقاس 32 سنتيمتر. عنا الإناء الثاني عم نشوفه كمان هون جاي بسعة 28 سنتيمتر. عنا مقلاية، والحلو بهيدي المقلاية إنها جاي لألكن بدبث أو بعمق، يعني فيكن تستخدموها كمان كإناء تاني للطهي، بنفس الوقت تعاملوها معاملة الووك لأنه عم نشوف قديه هي غميقة. شوفوا كمان قديه الديزاين كتير حلو وقديه هيدول الخطوط عاملين عن جد تصميم فريد كتير من نوعه. والحلو بهيدول الأواني فيك تقدمي فيهم على السفرة بكل سهولة. كمان القطعة اللي هلأ صارت كتير بتحبها السيدات بالمطبخ هي الدبل سايدد بان. بالعادة بتشتريها أنت على حدة ما بتكون موجودة بالمجموعة، ولكن بهيدي المجموعة جاي لألك الدبل سايدد بان من ضمن المرفقات. وهوني عم نشوف كمان انه هيدي المجموعه جاي لألكن مع البراندد لوجو من بلزانو واللي هي هيدي الدايموند، لانه فعلا اذا منحس هيدي المجموعه منحس كتير طايفين لها تفاصيل اللمعه، اللون الميتاليك وكمان الجوده الحلوه. رح نتعرف بالتفصيل بسياق الفقره على محتويات كل هيدي المجموعه وقديه الطبقه اللي جوا هي طبقه غير لاصقه بتخليكي تعملي العديد من المأكولات. شو هو السعر؟ السعر سوبر، عن جد السعر تنافسي. عم نقدم لكم هيدي المجموعة مثل ما هلا عم نشوف قدامكم ب 549 ريال سعودي بس. مجموعة كبيرة وبنفس الوقت ألوانها كتير حلوة بجودة جدا عالية وطبقة غير لاصقة. كمان هيدي المجموعة مثل ما هلا نحن عم نشوف تجي لألكن مع أواني متعددة من المقاسات مع مجموعة من الهدايا. الهدايا اللي عم نقدم لكم إياها هي ايبرن اللي أنتم عم تشوفوها، كمان سهلة وعملية لألك بالمطبخ. عنا كفوف للطهي وعنا مجموعة سكاكين ب 274 ريال سعودي هي قيمة الهدية. شيف طلال كوكاش أهلا وسهلا فيك. أهلين يا سارة، كيفك؟ أنا كتير منيحة سارة. شو هالسعر الحلوة؟ صح؟ سعر خيالي، سعر خيالي على الشكل، يعني صح. طقم ولا أحلى، صح. طقم ولا أحلى. شوفي سارة، أول شيء نحن بنشوف هاي المقالي بنجيبها من السوق طبعا بعد كم يوم، شوفي كيف بيغير لونها، بتقشر بتجروح وبتصير تلزق. طبعا هاي الطبقة لما بتيجي عندنا بالأكل وبتدخل على أجسامنا هذه سم، لهيك نحن ما لازم نستخدم هذه الشغلات. هون حطينا الجبنة مثل ما أنت شايفي، لنفرجيهن إنه هون الجبنة كيف بتصيخ، كيف بتحترق، كيف بتلزق. اما عندك انت بطقم لما بيكون الطقم تبع الاوان كثير منيح، شوفي هون ساره، شوفي هاي هي شفتيها هون. عم نشوف الطبقه اللي جايه معنا قد ايه هي طبقه شفتيها؟ غير لاصقه وعن جد يعني هون عم نشوف الطبقات التقليديه. شوفي هون ساره عم تحكي انت على طبقه، طبعا هذه الطبقه كلياتها
ملزقة وما عاد بتطلع عندك بتضلها هون. أما عندي أنا هون طبعاً أول شيء رح فرجيكم أنا على شغلة كثير حلوة هوني. شوفي أنا شوفي. عن جد الديزاين لقيته كثير حلو، لونه كثير حلو، شكله جديد، ما بالعادة أبداً شفنا أواني طهي بهيدا الشكل. عن جد لونه هون. وشكله غريب. مش بس هيك، هاي القلاية فيك تستخدميها كووك، يعني عميقة جدا وكأينة صراحة. أيوة. من بعد ما شفت المسكتين بتحسي فيك تستخدميها كطنجرة عندك. كثير حلوة انه فيها مسكة سارة، فيك تستخدمي المسكة فيك تستخدميها كطنجرة مثل ما قلتي. هوني شوفي، شفتي عنا نحن هوني كيف لزقت هوني عم بتذوب. هوني شوفي عندك هاي ذابت كلها على بعضها وصارت طبقة واحدة وما عندك اي مشكلة فيها. والحلو انه عم نحكي على طبقة لونها فاتح، وعلى الرغم من هيك تعرضت للحراره ما في شيء اكثر. هون كمان تحدي اكبر أكيد. واكبر طبعا نحن حطينا حجار ومسامير ليش؟ لنفرجيهم انه حتى لو حطينا لها نحن اي شيء هون ما عندك اي شيء بيغير، ما بتتجرح ابدا. حطينا النار فيها لنشعلها لنفرجيهم انه اللون الفاتح اللي جوا ما بيتغير. كل طبيعه عم بتتابعنا انا مثلك اي اناء بلون فاتح بعتها الهم شوي وبقول يمكن مع الوقت رح يتغير لونه او اذا تعرض للحراره، ولكن هون عم نفرجيكي تجربه قدامك انه حتى لو تعرضت لحراره كثير عاليه مثل ما قال لك الشيف لونها الخارجي ما حيتغير. هوني مسحه صغيره، هاهي رجعت جديده طبعا. شوفي شو رح نعمل هون، سامع الصوت؟ توزيع الحراره كثير سريع. عم نحكي على الالمنيوم المصبوب او الالمنيوم داي كاست اللي بيعطي جوده حلوه للاواني، بيوزع الحراره بطريقه متساويه. شوفي هون ساره بس عملنا اللحمه هيك 1 2 3 لنفرجيهم كيف صارت اللحمه عندي انا. شوفي اللون تبعها كيف تغير. شايفتيها هاي اللحمه اللي كانت نيه عندي، بحط لهم انا عم تاخذ لون على السريع. شوفي هون، شوفي هون، هاي من فوق وهي من تحت، شايفينها هاي بعدها من فوق اللي ما اخذ، فمعناتها هاي بسرعه كثير كثير حلوه. نحن فينا نعمل اي شيء بدنا نطبخه وبناخذ الطبخه الطعم اللي بدنا اياها. وهون صويا صوص بس لفرجيكم انه عندنا نحن حتى لو حطينا فيها اي لون ما بيتغير عندي اي شيء بالقلايه لو قد ما تعرضت للحراره. لكل اللي انضموا لنا هلا، السعر تنافسي عم تشوفوه قدامكم على يمين الشاشه 549 ريال سعودي على مجموعه سوبر حلوه من الشكل من الجوده العاليه وبنفس الوقت من اذا بدنا نقول المحتويات. هوني ساره مثل ما انت شايفه مسحه صغيره، شو بدك احلى من هيك؟ هي شوفي احلى من هيك. رجعت عندك نظيفي هون، خليني اشيل لهم البصلات. خلنج ايوه رجعت وكال اخت الوكاله خلنج. ننتقل كمان لشيء بهم كل صبيه مننا وكل سيده وهي السعه الكبيره، تعملي وجبه لعائلتك خاصه هلا كمان نحن عبواب مش وجبه وليمه وليمه لعائلتك خاصه نحن هلا عبواب رمضان، اكيد كلياتنا العائله كلها بتتجمع. ساره احلى شيء فيها الطنجره حبيتها اني انها كبيره كثير كثير، ومثل ما قلتي وليمه مش اي وليمه. شفتي الديزاين ما احلى؟ طبعا فيناش نرفعها لفوق ونفرجيكم الديزاين. شوفي ما احلى، لا عن جد شو حلو الديزاين، وحبيت كيف مهتمين باداء التفاصيل، حتى الغطاء عاملينه هيك على شكل مثل ورده. وهون عم نشوف كمان الايدين من خلال على فكره هيدي الاوبشن انك انت فيك تفوتيها على الفرن. اكيد هون طبعا تدخل معنا للفرن. وهذول الهديه الكثير حلوه اللي جاي معها هدية طبعا عمليه اكيد نحن هون بس لانه هي شوفي هون شوفي شوفي شوف الغطاء قد ايه كمان بيحكم عندك الحراره، ما بيخلي النكهه تطلع، ما بيخلي الصوص يطلع لبرا، يعني عم نحكي على غطاء كثير. هون ساره بس بدي اشيل لهم الدجاج على اني لفرجيهم كميه الدجاج اللي عندي هون. يلا يلا هاي نعد اول وحده وحده. وبحب انا بالدجاج تبع شيف طلال بيجيبه معجعج، يعني ما بيجيب لكم اي دجاجه، دجاجه معجعجه محرزه وكمان سايعه بقلب الطنجره. ثلاثه هاي ثلاث دجاجات وهي اربعه. مطولين نحن مطولين اوكي اربعه. طبعا نحن عم نحكي على اناء بمقاس 32 سنتيمتر، هيدي المجموعه بهيدي المقاسات كثير محدوده على سترس عالم التسوق، بالعاده بنشوف مجموعات كثير مختلفه ولكن اللي بيكونوا بكاباسيتي عاليه هن كم وحده عم نخص هيدا الشيء بناء على طلبكم اكيد. فهون هيدي المجموعه الاناء 32 سنتيمتر. شايف هيدا هيدا وليمه على يومين عن جد، يعني مش عزومه وحده. وطبعا ساره مش جايب انا الدجاج الصغير، جايب ال 1200. انت ولا مره بتجيب دجاج صغير، انت دائما معجعجين مستويه تماما. نحنها
شوفي هون بس عم شيل اني بالشوكتين هذول لك كيف مستوي الدجاج عندي اني هون ولا احلى احلاها بتجنن شيء بجنن. سعر 549 ريال سعودي بس على مجموعه بديزاين جديد، محتويات كثيره، مجموعه من الهدايا وبجودة جدا عالية فقط ب 549 ريال سعودي. ننتقل لمقاس ثاني وإناء ثاني وهو جاي لكم 28 سنتيمتر، ولكن حيفرجينا الشيف قد ايه كمان بيساع اشياء. اكيد هون سارة نحن عملنا محاشي مشكل مع ورق العنب، هون بس بدي احط هاي بالشكل ها، وهي الهدية اللي كثير حلوة قد ما بقدر. يلا 1 2 3 يعفو الله يا قدرة الله يا قدرة الله. شوفي إسا كيف نجد بس على السريع صورونا قبل ما تفرط الطنجرة لأنها هزت معي. هون شوفي 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 لزقهم تلزيق الشيف. شوفي هون كمان عم نحكي على طبقة غير لاصقة. أكيد في عندك هون كمان المعلقة. شوفي هون شوفوا الكمية الكتير كبيرة اللي بتقدر أنت تعمليها بإناء 28 سنتيمتر، طبقة غير لاصقة. لكل اللي عم بيتابعنا عم نحكي اليوم على اواني من ماركه بلزانو الماركه الايطاليه، عم نحكي على الالومنيوم المصبوب او الداي كاست مع طبقه غير لاصقه، شكل جديد، لون كتير حلو. شو بعد عندك يا شيف تفرجينا؟ ما فرطتش ما فرطت هون طبعا نحن عندنا الدبل سايدد بان هون. يلا يلا شايفينه؟ يعني هيدا اكبر دليل انه حتى رفع الورقه ما قدر ينسحب من هيدي الاغلاق اللي موجود بالدبل سايد بان، يعني ما في صوص حيطلع لبرا، الاكل حيستوي لحتى توزع الحراره بطريقه مثاليه. هون طبعا هون مثل ما انت شايفه صار هون المغناطيس، اذا نحن كنا حاطين الجهاز بالشكل ها بس سكرنا. شوفي هالمغناطيس هون الكليب سكرت عنا هون. هون شوفي ما احلاها. طبعا هون بدي احط ستيك مثل ما انت شايفه. شوفي مثل ما انت قلتي كاباسيتي كثير كبير، اسمعي الصوت توزيع سريع للحراره من دون استخدام اي من الدهون اي من الزيوت. هون عم نشوف كيف الحراره بتتوزع وكيف عن جد السعة كثير كبيرة كمان. أكيد السعة كثير حلوة كثير كبيرة سارة وسرعة. أيوة سارة سكرتهم. عدينا 1 2 3 قبل الثلاثة خلينا نشوف قد ايه الديزاين كثير حلو. عن جد عن يعني هيدي المجموعة ليه كثير مميزة عن غيرها وليه عن جد السعر غير شكل؟ مثل ما قال الشيف ما فينا نلاقي بهيدا الشكل 100%. 1 2 3 ها لك عندنا هون على السريع. شوفي هذا الديزاين اللي موجود هون غير اللي موجود على الجهه الثانيه ساره. مهتمين باداء التفاصيل انها تكون غير هون. شوفي الخطوط لا ما بصدق يعني اقل من دقيقه. ما في دقيقه ثواني خليني بس فرجيهم شغلي كثير مهمه. يعني حتى سهله التنظيف طبقه غير لاصقه. نوصل للإناء اللي جاي لكم والكمان مع هيدي المجموعة اللي فيكم كمان تعملوا فيه اشياء كتير متعددة وهو الطنجرة اللي جاية اذا بدنا نقول متوسطة الحجم فينا نعمل كتير اشياء فيها. هون طبعا هي الطنجرة كتير كتير حلوة، تعمل عليها شوية رز بحليب، تعمل عليها شوية مهلبية، شو جاي عبالي رز بحليب كستر. تكرم عينك خاصة بس خلص الحلقة بعمل لك رز بحليب. شاف كل حلقة بس له جاي عبالي شي بيقول لي تكرم عينك وهيدا وجه الضيف. طبعا ما انت شايفه يا ساره انا شو صاير السعر اللي عم تشوفوه قدامكم على يمين الشاشه 549 ريال سعودي على مجموعه كثير كبيره لونها كثير حلو. طبعا ساره نحن بنشوف الاسعار القديمه اللي كانت عندنا هون. نحن عندنا كان السعر 769 ريال 799 ريال وطبعا عندك 850 ريال هون اللي بنلاقيهم بالاسواق شاف. يعني حتى انت لما بتكون بالاسواق وبتشوف الاشياء بنلاقي قد ايه الاسعار حتى المنفرده. في كثير من الصبايا بيروحوا ما بيلاقوا مجموعه مثل ما بدهم، بيقوموا بنقوا القطع وحده وحده. نحن المجموعات اللي بنجيبها بسعه كثير كبيره 32 سنتيمتر مجموعات عن جد بكميه كثير محدوده. سعر 549 ريال سعودي. كل اللي عليك تعمليه لتحصلي على هيدي المجموعه خطوه كثير صغيره، تتصلي فينا على الارقام الظاهره قدامك على الشاشه، اذا كنت عم بتابعينا من دول الخليج دردشي معنا اكثر عبر الرقم الخاص على الواتساب. We'll be right back.
طبعا لنعرف اكثر على هيدي المجموعه، شو الاشياء الحلوه اللي فيك تعمليها، قد ايه الطبقه اللي موجوده بتساعدك لحتى تعملي اكل كثير صحي؟ اكيد مكفى معي بهيدي الفقره شيف طلال. اهلا يا ساره، اهلا وسهلا فيك من جديد ساره. طبعا نحن حكينا بالفقره الاولى انه هاي القليات اللي موجوده بكل بيت طبعا بعد فتره بتتجروح بتنخدش بتطلع عنا هاي الطبقه اللي عليها، هاي الطبقه كثير كثير مضره. نحن هون شوفي ساره بنحط عليها البانكيك، طبعا هون مثل ما انت شايفه مع انها سخنه كثير ما بتتوزع بطريقه كثير سريعه، يمكن بيستوي البانكيك بيلزق بيستوي من ميلي ما بيستوي من ميلي ثانيه. شوفي هون كيف لزق عندي انا البانكيك، صح شوفي ما عم يطلع عندي انا هون، هون طبعا كله ملزق ما عم يطلع ما عم يحرق كلياته لزق. اما عندي انا هون اذا بنجي على القلايه اللي معي هون ساره بنحط البانكيك. طبعا نحن عم نحكي على الالومنيوم المصبوب او الومنيوم داي كاست، وعم نحكي على طبقه خاصه غير لاصقه جاي لكم بشكل كتير حلو مثل الماربل، كمان عم نحكي على ديزاين كتير حلو ولون جديد عم نقدم لكم اياه. ساره يا هل ترى هي رح تلزق؟ لا اكيد لا. شوفي هون شوفي رح تلعب لعب هلا، رح ترقص رقص، وهي مشان ما زعلكش رح رقصها، رح رقصها للبانكيك. شوفي هون وكمان ما ننسى السعة، نحن هيدي المجموعة شو اللي بيميزها؟ إنه كل الأواني جايين بمقاسات كبيرة 32 28، حتى الدبل سايدد بان لإلك المقليات جايين بمقاس 30 سنتيمتر. كمان بدك نتحداها أكثر، بتعرف ليه شيف؟ دائما كل صبية بتعتلهم إذا كانت الطبقة فاتحة من برا ومن جوا. أكيد طبعاً هني بخافوا كمان يستخدموا فيها الملاعق أو الشوك الستانلس ستيل، بس أنا عندي هون مثل ما أنت شايفي بخافوا إنه النار أو الحرارة تغير لونها، وهي نحن عم نثبت لكم إنه في شيء بغير لونها لا من جوا ولا من برا. يعني إذا كنت من الأشخاص اللي عتلاني الهم اللون الفاتح انسى هيدا الموضوع، طبقة وجودة جدا عالية. ما ننسى ماركة بلزانو هي ماركة إيطالية قدمت لنا كثير من الأشياء قبل. شوفي هون سارة ما عندك ولا جرح ما عندك ولا شيء، بمسحها مسحة صغيرة بس منشان شو نفرجيهم إنه ما عندك شيء ملزق ما عندك شيء مجروح ما عندك أي مشكلة بالطقم الكثير حلو. هون طبعا نجي لهون لنفرجيهم كمان للطهي على السرعة للطهي. شوفي ما احلاها هون، اذا نحن حطينا الدجاج والخضره واي صوص بدك تحطي لها يا انت عادي، بس نحن اليوم مختارين الصوص غامق منشان نفرجيهم انه الصوص عندي ما تعتل عليهم اي شيء. طبعا اكيد هون الصوص كثير كثير بيكون غامق هون مثل ما انت شايفه. شوفي لا بس بدي فرجيهم ساره هون، شوفي كيف لونها تغير، هاي شوفيها هون شوفي صار اللون ما احلاه كيف صار، شوفي كيف استوت عندي انا هون الدجاجي، طبعا هذا اللون اللي حطيناه هذا اللون اللي بعده ما اخذ النار. هون نعمل بالشكل هاي هيك هيك وبنحط لها شويه صوص. اوكي وهي هي عندي انا هون عم تغلي مع الصوص، وراح فرجيهم انا شو انه حتى لو سكبناها نحن على الصحن ما عندك اي مشكله، انت ما عندك اي لون بغير، جاهزين بس نحن مشان الوقت بس لفرجيهم انه ما في شيء بغير ولا اللون. حتى لو كان الصوص غامق حتى لو تعرضت كثير للحراره حطيتي كمان او استخدمتي الادوات المعدنيه استخدمتي اشياء يمكن قاسيه بقلب المقلايه ما في شيء بيتغير ابدا ولا لونه بيتغير. ننتقل لاوبشن كثير مميز وهو شيء بتبحث عليه كل سيده خاصه اذا عندها عيله، هي الساعه الكبيره. مين فينا بده يطبخ على كذا طنجره؟ يعني ما في احلى من اني احط طبختي بطنجره واحده ماكسيموم اثنين. ساره طبعا هون انت عم تعملي طنجره بتحسيها انها دست، بتاخذ اكل مش لشخص مش لشخصين مش لعشره ل15 شخص عم تطبخ انت ل15 شخص بريحة. طبعا هذا اذا بيكونوا اكلين مثلي يعني اذا بيحبوا الاكل. اوكي هوني شوفي ساره شوفي يعني الغطاء موجود ما عندك اي شيء عم يطلع لبرا أبدا. شوفي البقبقه شوفي الدخان اللي طالع منها كله محصور بسبب عم نحكي على سعه 32 سنتيمتر على طنجره بتقدر تفوت معك كمان على الفرن، مميزات متعدده ب 549 ريال سعودي بس صبايا 30 549 على شكل جديد محتويات كبيره وبنفس الوقت متعدده 5 6 يا عفو الله سبعة. هلا نحن فاتين على بواب شهر رمضان اكيد الجمعه بتكتر كمان غير شهر رمضان جمعه العيله دائما نحن بنحب سواء كانت بايام الجمعه او غيرها من الايام نجمع العيله كلها. بدك عن جد مجموعه تخليك تعملي كميه كثير كبيره مره واحده، شو في احلى ما انك تعملي اثنين مع بعض
كمية كبيرة وتقدمي على سفرتك شكل حلو. هول الأواني برياحة شاف كيف ما طبخت بتقدمها على السفرة. أكيد أكيد 12 حب من اللام شنجة هلكتوا أني شيل من جوا. شيل شيل قصة بيخلصوا. شيل شيل قصة بيخلصوا. بعد في خضرة تحت كمان. شوفي هون البطاطا والجزر اللي عنا. عن جد كمية كتير كبيرة. على كمية عن جد كتير كتير كبيرة. كمية كتير حلوة. هون سارة طلع طلع شو. هون شوفي شوفي هون كمان قد ايه حتى لو كانت الكميه كثير كبيره بقلب الطنجره توزيع متساوي للحراره بخلي الاكل كله يستوي على قد حتى لو كان عدد كثير كبير موجود ولا احلى. شوفي هون شوفي 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 شفتيها هي نزلت. ننتقل كمان للإناء التالي اللي موجود معنا بهيدي المجموعة وهو الـ 28 سنتيمتر. ما بيقل سعة أبداً على إذا بدنا نقول الشيء اللي أنت بيلزمك. بالعكس هون حيفرجيك الشيف كيف فيك تعمل إشياء عالسريع. سارة هون هي أكثر البصل. شي حبيته شيف إنه عالسريع بتحمق. أكيد هون شوفي هاي البصل بس منقليها شوي هيك للبصلة يا ما أحلاها. إيه يا عيني على ريحة البصل. وهون طبعا نحن عاملين شوية صلصة بخص الباستا. اوكي ريحة بتشهم. بشوف طبعا عم نشوف كيف الصوص ما في شيء عم بيلزق عنا على الرغم من انه بنعرف انه صوص البندورة اول ما بنحطه على النار دغري بيحترق او دغري بيحمى بيلزق ولكن هون عم نشوف ابدا ما عم بيصير هيدا الشيء. وهي شوي من الكريمه كمان تحدي ثاني مع الكريمه بنعرف اذا كمان تعرضت لحراره بتلزق معنا. هون طبعا هذا صار عندك البينك صوص تقريبا جاهز بنحط له صلصه الطماطم شوي زياده. أوكي. شوفي ما احلاها ولا يا احلى عفو الله يا عفو الله. وحتى اذا منشوف كيف عم شو بيقولوا تغلي عنا عم نشوف انها توزيع متساوي للحراره. شوفي كميه, كمية الباستا اللي حطيناها هون شوفي ما احلاها. شوفي قديش حطينا باستا هون ساره هيك يلا واحد اثنين يعني ثلاثة. عم نشوف ساعه كثير كبيره عم نشوف ديزاين كثير حلو شو ما بدك سعر تنافسي يعني كل اذا بدنا نقول لما بتروحي تشتري بتحطي المواصفات اللي بدك اياها هون كل المواصفات موجوده شكل حلو سعه كبيره سعر مكونات محتويات بقلبها كمان متعدده لا نغنغه اليوم نغنغه نغنغه يعني موزاريلا وقصص يعني عم نطبخ لايف يعني خليها تطلع هيك شغله حلوه يسلم دياتك هون بس بتتركيها خمس دقائق ست دقائق بتستوي عنا الاكله بتطلع بتجنن. لكل اللي انضموا لنا هلا شو هو السعر اللي عم نقدم لكم اياه بهيدي الفقره 549 ريال سعودي على مجموعه اورورا اللي جاي لكم من ماركت بلزانو مع مجموعه من الهدايا كمية محدودة لأنه المجموعات اللي منقدمها بمقاسات 32 سنتيمتر دائماً بتكون على شاشتنا كميتها جداً محدودة. وسارة بعد ما شفنا الديزاين اللي كتير حلو شوفي السرعة بهاي الدبل سايدت بان شوفي الطبخة اللي طالعة عندي أنا هون يعني حاطين دجاجة شو بيسموها هيدي الدجاجة دجاج مسحب دجاج مسحب دجاج مسحب هوني شوفي كيف ما أحلاها عندي أنا هون دجاج مسحب. عم نحكي على دبل سايدد بان جاي لك بمقاس 30 سنتيمتر سعة كتير كبيرة مع طبقة غير لاصقة مجموعة كتير حلوة بسعر تنافسي وشكل جديد ولون كمان كتير حلو مثل ما شفنا هوني شايفي شايفي ما أحلاها هوني سارة خليني بس فرجيكم على شغلي كتير مهمة فيها أنا طبعا هون هاي إذا شفنا هاي هون عندي أنا مسحة صغيرة من هون شوفي سارة تنضف دغري شوفي الفرق بين هاي وبين هاي شوفي هون بعد في عليها الإز ومحل ما مسحناها كيف نضغط أما هون هاي أحلى شيء فيها أنه ها شفتوها شوفوا هون شوفوا هون لنفرجيكم قدي الطبقة اللي موجودة الطبقة الغير لاصقة ما في لزق بقلبها شيء وبتوزع الحرارة بطريقة سريعة. أول شيء منركبها بالشكل ها ومنجيب قطعة السالمون كلياتها مثل ما هي هيك طبعا عم نحكي على سعه 30 سنتيمتر واو لكن كيف دغري توزيع سريع للحراره طبعا هون نحن مخليها شوي او فينا نعليها شيف لحتى بس نفرجيهم انه الطبقه اللي موجوده هي طبقه اكيد غير لاصقه وبنفس الوقت بتوزع الحراره بطريقه جدا سريعه على اي من الماكولات سعر تنافسي 549 ريال سعودي على مجموعه مقدمه لكم حصريا بسعر عن جد ما سبق وشفتوه وبكميه محدوده
سارة شوفيو شوفي الخطوط اللي كثير حلوة ولا أسهل شف أكيد طبعاً هون طريقة كثير سريعة على الطبخ وشكل كثير حلو ما ننسى كمان إنه السعر اللي عم نقدم لكم إياه سعر تنافسي عن الأسعار اللي موجودة بالأسواق ليه؟ خلونا نشوف شو هن الأسعار اللي ملاقيهم نحن بالأسواق أسعار عن جد كثير غالية 769 ريال سعودي كمان عندنا سعر تاني 799 ريال سعودي وكمان ب 850 ريال سعودي ولكن نحن اليوم عم نقدم مجموعة كتير كبيرة بمقاسات كتير كبيرة بسعر 549 ريال سعودي بس مع مجموعة من الهدايا مريول للمطبخ كفوف للإيدين باد أو سفنجة خاصة للحرارة وأربع مجموعة من أربع سكاكين ب 549 ريال سعودي ما تنسي أبدا تذكر رقم المنتج لمركز خدمة العملاء ليسهل عليك عملية الشراء ما تروحوا بعيد ابقوا معنا فقراتنا المتنوعة مكفية معكم